تستعرض الفتاة الأيزيدية دعاء منتجات مزرعتها في بلدة بعشيقة شمال الموصل بعد أن تمكنت من إعادة تأهيلها وإزالة آثار الدمار الذي خلفه تنظيم داعش، ما أهلها للمشاركة في سوق الأعمال الزراعية والمشاريع الاقتصادية للشباب بأنواع من الألبان والعسل في إطار مشروع تعزيز الانتعاش الاقتصادي برعاية ودعم منظمتي ميرسي كور الأمريكية وتي دي اتش الفرنسية. بدأنا المشروع من 2010، هو موجود لحد الآن، بس بالنزوح طبعاً توقف بسبب النزوح وطلعنا خارج المنطقة، بس هسه يعني بدأنا نطوره ونشتغل عليه أكثر وأكثر، وعندي منتجات مثل الحليب ومنتجاته مثل اللبن ودهن الحور وهاي السوالف، وعندي معصرة هم الزيتون. مشروع تعزيز الانتعاش للمشاريع الزراعية والاقتصادية الصغيرة استهدف خلال 3 سنوات عشرات الشبان من مناطق سهل نينوى بجهود مدنية من منظمة النجدة الشعبية التي تمكنت من إرساء قيم التماسك بين المجتمعات المحلية عبر توفير فرص عمل وتشجيع الشباب على تنفيذ المشاريع الاقتصادية الصغيرة. الغاية من هذا البرنامج هو تشجيع المجتمعات المحلية في تلك المنطقة على التماسك الاجتماعي، لكن هناك رؤية من خلال المؤسسات المعنية أن تعزز من خلال مشاريع اقتصادية مشتركة وزراعية، فهذا البرنامج هو يتيح فرص متنوعة للشباب بتسليط الضوء على المشاريع الصغيرة. تم تدريب الشباب بشكل مكثف على مدار أكثر من سنة على بشكل منهجي ومنطقي لتنفيذ مشاريع زراعية واقتصادية وتقنية كذلك. السلطات الرسمية في محافظة نينوى كشفت عن وجود تحديات تواجه الفلاحين العائدين من النزوح لمناطقهم، داعية في الوقت نفسه المنظمات الدولية إلى زيادة مبادراتها الداعمة للشرائح المجتمعية بما يسهم بمساعدة الفلاحين على معالجة مشاكلهم. اليوم الأسواق مرتفعة، الأسعار مرتفعة، المضخات أسعارها خيالية، المرشات أسعارها خيالية، كذلك المواد الأخرى لتاج الفلاح. اليوم نطلب دعم كبير من قبل المنظمات ومن قبل وزارة الزراعة أنه يدعموا الفلاحين في محافظة نينوى لكي يقوم الفلاح بزراعة أراضيه خاصة بالمحاصيل. اليوم احنا في موسم المحاصيل الشتوية، يجب أن يكون هناك إقبال شديد ويجب أن يكون إقبال أكثر من العام الماضي. وتعد الولايات المتحدة المانحة والداعم الأكبر للشرائح المجتمعية في العراق، فعلى مدى 20 عاماً الماضية قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 11 مليار دولار من المساعدات لتنمية وتطوير المجتمعات المحلية. هيثم أحمد، الحرة، الموصل.